بحيرة، برحب بيك يا حاج محمد. حسن باشا. السلام عليكم. عليك السلام حسن باشا. انا اسمي سامح عبد الهادي يا فندم، لا اتفضل. سامح بينا، انا اسف والله، لا معلش يا باشا. لا تأمرنا يا فندم، تأمرنا. امر الله. بص يا باشا، انا بس بستغرب، انا بمشي في البحيره من اول التوفيقيه لغايه كفر الدوار. الكره بيتعمل فيها ملاعب كوره، الاراضي بتتطور وفيها السن اللي هو التربه الزلطيه ديت، ويتعمل ملاعب كوره. يعني هو احنا خلصنا من المباني لما هيتعمل لنا ملاعب كوره في الاراضي الزراعيه؟ موقف هي هتزال ولا هتعمل فيها ايه؟ لا طبعا هتزال، دي زيها زي البناء على الارض الزراعيه. يا سامح بيه، يا سامح بيه، ده ملاعب بتنشا جديد. يعني انا نفسي اتكلم زكريا بيه عفيفي تقول له الملاعب دي بيعمل ملعب. طب انت عندك اماكن معينه تقول لي عليها علشان يتم تحرير محضر ليها ويبقى بلاغ على الهواء مباشره؟ انا سالت بالجمعيه الزراعيه. ايوه. قالوا لي تعمل لها محاضر. ما بيتعمل لها محاضر فعلا. ايوه، ما انا ده انا بقول لحضرتك على كده. الحقيقه الثانيه، انا عندي مشكله في شبراخيط، فمش عارف، انا مش عايز بس اقول للناس في الارياف ديت، مش عايز اقول هم يعني زمانهم عارفين املاك الدوله، املاك الري، يعني نهر النيل في شبراخيط، اللي هو مدير الري بشبراخيط، قالت تعمل لها محاضر. طب وبعد يا فرحتي بعد ما تعمل محاضر وتبنى على النيل؟ ايوه هتتقال يا بيه. بص انا لو سمح بيه، انا هكلم حضرتك صراحه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انت ما شفتش ان في ازاله للتعديات على النيل وداخل المحافظه عندنا هنا في القاهره وفي محافظة الجيزة؟ أنا شفت في المعايا ديت. طيب أنا عايز أقول لك إن أنت لو أنت شايف الحاجات دي كلها بتتم دلوقتي، هيطبق عليها القانون، هيطبق وفي قوانين دلوقتي علشان نزع ملكية هذه الأراضي. يا رب يا سامح بيه، بس أنا لا ده أنا بطمنك. وبعدين ظاهرة إنشاء الملاعب دي فعلا دلوقتي يعني بقت سهلة جدا، كل واحد بيبور الأرض وبيعمل عليها ملعب ويبتدي يأجره بالساعة. يعني الفلاح اللي هو يعني كان بيعتز بأرضه الزراعية ويباها بيها، هانت عليه إن هو يعملها ملعب كورة. الأرض أغلى من العرض، للأسف ما عادش الكلام ده. لا احنا عندنا كمواطنين وكمسؤولين عن الدوله عندنا الارض اغلى من العرض وزيها زي العرض. انا بص سامح بيه. ايوه يا حاج محمد، بعد اذن سعادتك، انا يا ريت وكلاء الوزاره، انا على فكره هقول لك على حاجه واتحمل مسؤوليتي. ربنا يكون في عون الرئيس عبد الفتاح السيسي. لابد المحليات تتطور من تحت مش من فوق. أيوة. المحليات دي مش كانوا بيقولوا زكريا عادل بيقول الفساد للركب، والله ده من صبع رجلين الواحد لغايه شعر راسه. انا بقول لك انا عن نفسي واتحمل، والله الفساد في المحليات فوق مما تتصور، في الزراعه، في الحكم المحلي، في الحاجات دي، واتحمل مسؤوليه كل ما اقوله. انا بص، كان في مره المحافظ جهزت المزارع السمكيه في شبراخيط، واقسم بالله المزارع دي خبوها في اماكن معينه وبعد ما مشي عملوها مزارع السمكيه في النيل. سامح بيه، مجرى النيل من اول التوفيقيه حتى الرحمنيه عاملين مقاتل على الترعه اللي للاسف احنا بنشرب منها ميه، في محطه ميه في قبطوق، قريه اسمها قبطوق، مقاتل على الطريق. رئيس مدينه شبراخيط فين؟ الناس فين؟ صح. سامح بيه، وفي حاجه ثانيه استاذنك معلش، برضو كان في الاخ بتاع لوكسور اللي بيتكلم على البنوك. ايوه. انا عن نفسي انا رحت خدت كارد باسم زوجتي عشان عندي ظروف. ايوه. احنا المشكله احنا بناخد قروض وبنستسهله وبعد كده بنجلبوها، نروح نسد له فوائد بس بيدور القرض يروح يسدد الفوائد والقرض يفضل عنده لغايه لما القرض ده يبقى جبل. بص يعني احنا اللي بناخد الفلوس، ما حدش بيضربنا على ايدينا. يعني برضو احنا نتحمل جزء كبير من الذنب في الموضوع ده. ايوه. هو لكن كان في فتره من الانفلات السياسي اللي ادت الى وعود لم تتحقق على ارض الواقع. أيوة. خلت بعض المزارعين يروح ما يدفعش ويقول ما انا كده كده هبقى معفي. بس انا هستاذن حضرتك في حاجه برضو عشان اكون صادق معاك، اكثريه الناس الاغنياء اللي بياخدوا سلف من البنوك بياكلوا بيها وبيشربوا بيها وفي الاخر يقولوا احنا تعثرنا، برضه انت تحقق من الحته دي. انا بقول لك هو في جزء زي ما حضرتك بتقول، وفي جزء برضه محتاج ان احنا نساعده في هذه الفتره. يا بيه، المحتاج ده اللي عنده فدان، اللي عنده نص فدان واخد سلف عليه، انما للاسف بص انت بتروح. انا كنت قعدت مره مع مدير بنك بيغروا الفلاحين، انت عايز تجوز بنتك روح هات لها ثلاجه، تعالى خد لك سلفه رومي، تعالى خد لك سلفه مش عارف ايه، بيغروا الفلاحين والفلاحين. ده شغل يعني البنك، ده شغل البنك في اي مكان. يعني ده حضرتك بتتكلم عن القرض الاستثماري. وانا موافق على كلامك كله، ولكن بقول لك ان في جزء كبير جدا من الفلاحين، من صغار الفلاحين، عليهم قروض عايزين نمد ايدينا ليهم علشان يسددوا. يعني هو نقطه الاعفاء الكامله دي مش موجوده، نقطة الفوائد ورفع الفوائد دي هتبقى بنسبة محدودة، احنا بنتكلم في الغرامات دلوقتي. الغرامات؟ دي مشكلة. أنا بص أنا بستأذنك في حاجة، أقسم بالله العظيم، ما في الفلاحين كلهم بص ما فيش الكلام ده كله، أنا متعامل مع البنك واخد سلفة. أيوة. ماشي؟ ما بسمعش الكلام اللي بتسمعوه في التلفزيون ده. أيوة. أنا عايز بس الناس اللي تخش معاك تتكلم حقيقة، احنا في وضع سيء في مصر، لازم كلنا نقفوا مع البلد دي. فعلاً. ايه، واستاذنك انت طالب من عندك الرئيس السيسي ب
بتفوير المحليات، ودي قصه الفساد اللي في البلد كلها التبع وزارات اللي هم في وزاره الحكم المحلي. فعلا احنا دايما بنتكلم في الزراعيه مباشر وبنقول ان كل فساد في اي مكان هو خيانه عظمى للدوله في هذا التوقيت اللي محتاج ان كل مسؤول مهما كانت مسؤوليته ان هو يشتغل ويقف جنب البلد ويقف جنب المواطن ويحرس بلده ويشوف خدماتها ايه. والله العظيم يا سامح بيه انا حبيتك وحبيت البرنامج، لا يجيب لك مستندات على كبار مسؤولين بوروا اراضيهم الزراعيه وطلعوا لها تصريح مباني وبنوها. طيب انت لو عندك مستندات ليه ما بتاخدش خطوه ايجابيه وبتقدم بيها بلاغات؟ والله انا اجيبها لك. يعني لا انت ليه ما بتاخدش بتقدم بيها خطوه وتبقى تقدم بيها بلاغ؟ احنا دورنا كاعلام ان احنا بنبين الحقيقه للناس، دور برنامج زي الزراعيه مباشر ان هو بيساعد في حل مشاكل الفلاح، فلازم المجتمع كله يبقى ليه دور. طب استاذنك في حاجه برضه، اتفضل. لابد الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم ان يصدر حركه المحافظين يا فندم. أيوة. راس الهرم، يعني انا لما راح اتكلم في شكوى واروح اشتكي في المحافظه ما حد بيسمعني. المحافظين اللي ما بيشتغلوش لازم يتغيروا. احنا بصراحه في هذا الوقت انا اقدر اقول لك وانا ضميري مستريح وبكل امانه الوزارة اللي موجودة دلوقتي والمحافظين هم فعلا في حالة حرب، بينزلوا بنفسهم بيبقوا متواجدين على مدار اليوم، يعني معظم أوقات اليوم كلها بيبقوا موجودين في على أرض الواقع مع الناس. ولكن أنت بتتكلم عن فساد موجود في الدولة في مناطق كتيرة جدا، فدي مشكلة كبيرة لازم تطهير. زي ما أنت اتكلمت عن المحليات، زي ما بتتكلم عن رؤساء المدن، لازم يبقى فيه تطهير، لان دول الاذرع اللي شغاله، المفروض يبقى فيه ضرب يعني القانون يتطبق على كل فاسد، ولازم دورك انت كمواطن ان انت تقدم بالبلاغ وتاخد يعني تاخد اجراء حقيقي علشان تقدر تساعد الدوله في هذه الفتره. اجراء حقيقي وبتكلم وبكتب في الجرايد على الفساد الموجود عندي، بس للاسف انت اللي بيتكلم صح دلوقتي بتلاقي الدنيا كلها. لو انت اتكلمت على مشكله قمامه او على ما فيش غير انت اللي بتتكلم، انت هتاذي فلان، انت طب ما هو اشتغل صح عشان ما يتاذيش. المحليات عليها دور كبير جدا، انا بشكرك، والحس الوطني اللي موجود عندك ده هو اللي مطلوب في هذه الفتره.